قول لي حضرتك استقبلت ازاي خبر ارتفاع سعر البنزين ووصوله لخمسة جنيه؟ يا بيه ده البنزين اولا الشعب المصري كله اتغفل. احنا كنا نايمين صحينا الصبح لقينا البنزين بخمسة، احنا اتغفلنا، احنا خدنا على قفانا. ازاي يعني انت عندك، انت راجل مسؤول عايز تزود البنزين، اطلع صرح تصريح سيتم زيادة سعر البنزين ابتداء من 1/7 ولا من 1/10 ولا من 1 كذا، تفهم الشعب. انما نبقى نايمين نصحى الصبح نلاقي البنزين بخمسة جنيه ليه؟ ليه؟ حرام عليكم، حرام عليكم. ليه اللي عنده عربية يعمل فيها ايه؟ حرام. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا اخوانا. ده احنا دخلنا محدودة، ده احنا دخلنا محدودة، دخلنا ما بيكملش 2000 جنيه و3000 جنيه، هنجيب بيهم ايه ولا ايه ولا ايه؟ حرام. ارجوكم ارجوكم يا رب يا رب. قول لي حضرتك ايه الحاجات اللي انت كنت متعود تشتريها وتجيبها في البيت عندك ودلوقتي ما بقتش تقدر تجيبها او حرمت نفسك منها؟ والله انا اقول لحضرتك يا بيه، والله العظيم ثلاثه، انا ما في بيتي الا الجبنه البيضاء اللي هي بيسموها فيتا دي، ولا انا مش عارف الانواع اسمها ايه، الجبنه اللي هي مش جبنه اصلا، هي دي اللي بناكلها. انا بطلت الجبنه البيضاء والجبنه الرومي وبطلت الزيتون ومنعت كل حاجه، حياتي كلها دلوقتي عايش على البيض والجبنه والعيش البلدي، والحمد لله على كده. وبنشتغل 12 ساعه و13 ساعه و14 ساعه ومش مكفيين اخوانا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ورجاء رجاء رجاء الرحمه يا رب، الرحمه يا رب، الرحمه يا رب، ارتب بعبادك يا رب.